مفروض اولا مش حاجه اسمها ابلاينسز في حياتك، انت عندك كده اه كده ابلاينسز، مش حاجه اسمها ابلاينسز اصلا. هو ما فيش حاجه اتصال كده اللي هي مرتبطه بينك على اساس ان انا حطينا في مسمى حاجه اسمها ابلاينسز. لو انت دخلت عندك كده ابلاينسز ده كان عندك خالص في جزء من بتاخد حاجه اسمها سوليد ميكانكس، في كل شابتر اصلا بيكون كتاب معين او كده بس هو كان بيعمل الحاجات اللي هي اديني ايه؟
Okay.
كويس مرة تانية. ماشي؟ دي وي ان ماشي. دي وي ان جي. ها؟ لو عمل واحد من ثلاث من ثلاث برضه اسمها واحد اسمها زي الازاز كده مثلا. هاي يعني طيب وشا. وفي مواد اسمها الطيب تعمل ايه؟ او لا يعني من ده تعمل اللي هو فاسدس عامة. سواء كانت او لا. وبوي اسمها الطيب تعمل الشيء. برضه اصلا تعمل بوست اهو. جميل؟ طيب. دلوقتي في عندنا اثنين كاتبين في تيرم اللي كانت عايز تتكلم اسمها تقليل السوفت تايب بالظبط. طبعا في الاول حد الواحد حد نهائي في حد اسمه سوفت تايب وحد بالظبط. الحديد اللي هو بتاع السوفت تايب او اول حاجه يبقى عليها اسمه بالظبط. هل الزر جاي في البلاد؟ ماشي؟ فكان عندنا هنا عينها في الزر في البلاد. جاي شكل البلاد عامل كده. ماشي؟ طيب بعد ما تديها في البلاد ده عينها ظهر المنظر ده. وانا معاك حتى تشوف المنظر ده بس على كبير كده. عامة فلما جيت هناك بالظبط هي المنظر اللي حصل قدامي. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بار ديو تو ايه؟ تنشن. صح؟ ان الصوت من المنظر لسه فرصه عليه. معنى ان هو بار كده؟ تاني عمليه معنى ان هو بار ايه؟ تنشن. صح؟ في الشد. جميل؟ تعالى بص بقى ايه اللي حصل؟ في مين؟ في الباد فايز. المرض ده بتاعتك. فجأة كان عينة نفس الكلام ده يعني حتى في اليوم كده تاني تاني ازاي العينة؟ بص بقى اللي لي حاجة عاملة كده ده رقم 70 طبعا تمام؟ وده رقم الضد الضد اللي ما يعرفش العلاج الأول لما يجي هنا لما نتكلم شوية كنا عارفين ان احنا سواء اصلا نورمال فورس لازم الفيلر تبقى ايه؟ نورمال فيلر اللي هو يأسسك من عمود فرصه عمليه عموديه صح؟ بس من شويه قلنا ايه؟ ان مش شرط التنشن ده ابص على البين ده بس انا ممكن ابص على البين ده ولما بص على البين ده ما كانش ينشن بس لو دخلنا البين ده كده عامل ازاي يا سته؟ وصلنا على الفرصه دي لان انا ما كانش ينشن بس التنشن وايه؟ جي وده اللي حصل في حاله مين؟ بس بصوت الدايره مش الدايره حصل ايه بقى حصل من الحديد ده؟ اللي حصل ان انت لما جينا وصينا حسبناها ان هو ايه؟ لقيناها بتكون مثلا ان هو مثلا عند قوه مثلا 1000 كحساباتنا مقاومه التنشن ان هو مثلا عند قوه مثلا ايه؟ 900 الغلطه هنا قلت هنا في ايه؟ انك ببص دايما على اثنين عمود الغلطه هنا فانا ايه قلت هيتقارن على عمودي وحسبت حسابات على عمودي هو قوته شد 1000 تمام؟ حدثها؟ قوته شد 1000 وحسبت ان هو راح على 1000 بس انا مش هتنزل العينه وحتى عايز اقول له دي تعرف ما بعرف اقول له ليه هم هو هيشد العينه ديت تمام بص انا ما بقاش على الف رقم قبل الالف والجدار ما كانش انا متوقع اصلا ان هو يكون عندي لا ده الان نايم وزود زي 45 درجه تمام ده بقى ايه بقى المباراه اللي نرجع معاك كده مش فاكر سمعنا ايه؟ من الاثنين مش ساعه روتيشن جي روتيشن جي بالظبط كده هنا تعال بص بص ثانية يعني خلاص اول بقى فكره ان انت بص على النور على الوش العمود ده دي من ساعه احنا طبقناها ولما جيت قلت لك الحقيقه العينه الحقيقيه عندها ما اتكسرش ما اتكسرش فعلا على كل العمود فخلاص انا مش هبص على الدنيا اللي هي كروسايد اللي غلط وفي البيت تاني ابص عليه اعمل واحد في الساعه يعمل ازاي هو الرش هيجي في التنشن فلازم ان انا ابص على سيكشن العمود كده ابص عليه ده غلط تمام بص ليه فين انا ما اعرفش مين فين تمام فاللي حصل ايه بقى انا بص كده بص ازاي حاجه عامله يعني حاجه عامله كده حاجه عامله كده ايه كانت الزاويه فدي اسمها ايه؟ شير فورس شير فورس الجسم ده حصل ان الشير فورس دي يعني الفيلر ده ما حصلش في الفيلر زي ما كنت متخيل ولا حصل على حصل معايا حصل معايا زاويه حصل معايا دي 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 شيء يعني اللي حصل هنا ما حصلش فيها لما تيجي تنشف حصل فيها دي دي شيء ماشي الفكره كلها في ايه بقى؟ انا عايز البس حاجه اسمها ترانسفورميشن بس انا عايز بقى احل حل عادي تمام؟ حاجه هنا ما حصلش من زي كده
وهحل بزاويه زيرو. اللي هو عامل اول الخط خالص لو حد ايه سؤال كده ولا كلام شغل بقى بين مثلا بزاويه 10 10 ده تمام. السؤال ده الشيء اللي حصل ده الشيء اللي حصل عليه صح زاويه كام؟ ما اعرفش بس انا متاكد ان هو ايه حصل على البلين الشيء الفرس دي حصل صح؟ انا متاكد ان هو حصل على البلين الشيء الفرس دي اقوى حاجه معايا كده؟ يعني اي زاويه من الكون كده في زاويه كده صح؟ في وسط زاويه في وسط زاويه كل دي حاجات هنكملها ايه؟ كل واحد عامل ايه؟ معايا كده البروجرام ده عامل زاويه معينه صح؟ طيب عشان يحصل الفيلر دي نحصل على مستوى او عند سيتا معينه سيتا مثلا سيتا عند سيتا معينه بحيث ان الشيء فورس تكون فيها اقصى حاجه ده بديل صح؟ يعني هو هيتكسر على السبب دي ولا على السبب دي ولا هي كده انا ما اعرفش مش معايا 45 ما هو السؤال بقى ناخد الموضوع كده في اللوجيك كده الاول عايز نتحكم في الفورس عشان الفيلر ده عامل دور نورمال زي حلو. طب بقى الكلام ده بقى على عينه مثلا ده طيب زي حته صوت الضرب انت هتلوك يوم التاني وتنزل له عامل علوم وشوف عليه كانت كاس عامل ازاي لو 75 درجه اشمعنى الزاويه دي؟ هو اشمعنى الهرم الزاويه؟ طيب الهرم انت في الاول اللي كانت بتبص على الضرب وشوف بقى فين ده ايه؟ بزاويه زي ما انا معرفش بس انا متاكد منه ان الفيلم ده حصل اكيد عند الشيء فرصه دي اصلا حاجه يعني بديهيا عند الزاويه دي في تحليل معين احنا لو خدنا قررنا ان الله يطلع زاويه تيتا حتى فاكر القانون بيقول لك في اف على اس اف صح؟ في حاجه عامله كده طبعا لازم نجيبها اف على اس ساي زيتا وزي زيتا فحسب السيتا دي شيل السيتا ده ايه؟ عماري حد معانا ولا حد ويا مني؟ على حسب السيتا في وقت دي شيل التانية كانت في الموضوع بتساوي سيتا عامة على حسب السيتا الشيل فورس دي او الشيل سيت دي هتفرق معايا. طيب اللي حصل بقى ايه؟ في الحاله في الحاله دي ان عند سيت 45 كان الاس دي ايه؟ بس اهو عشان كده الكاس ده حصل على 75 مره. فين معايا اهو دلوقتي عندي زوايا دلوقتي لما اخلص شفت فاكر ان انا ببص على العمود ياخد 90% وده اللي انا عملته في الزاويه 6 وفي الزاويه 6 ولقيت ان الشيل ده كان الشيل حصل على خط مايل زاوية 45 مش 45 لو انت حليت هتلاقي ان انت عند زاوية 45 هتلاقي ما هو ده سايز كام زاوية سيتا يعني ده حصل ده اثنين لو انت لقيت طريق ثابت صح؟ في بقى سيتا معينة اللي حصل ده بالسايز الكوزاين فيها هيديني اقصى حاجة جميل؟ ده اللي هو كان زاوية 45 يعني انا راجل عشان احل ان الفيلر بتاعي او الانهيار بتاعي حصل على مستوى ايه؟ حل مستوى ايه؟ هيبقى عنده اقصى شيل ستريس ده حاجه من اثنين لو انا عايز اعرف بقى يبقى خلاص انا عندي معادله الشيل يبقى هيحصل فيلر عند زاويه بحيث التحليل بتاعها هيديني الشيل ده اقصى منه معايا؟ يعني ده اللي احنا عايزين نوصل له ان ما نبصش على بين معين هي دي فكره حاجه اسمها ترانسفورميشن اكسبريس ترانسفورميشن اكسبريس ده معناها ان انا ابص اخد سكشن عام ما هو اصلا يعني مثلا هو عندي ازاي الحاله دي اصلا يا جماعه استاذ زيرو يعني استاذ زيرو هيديني بدل الحاجه فاكر عندك حاجه عامل كده؟ طب دي مثلا بس كده طيب لو سيت زيرو هتلاقي يعني ده اخر صح؟ يعني الحاله اصلا اللي هي العاديه خالص دي اصلا مش اصلا استاذ زيرو يعني انت اصلا بتحل حل غيرها فانا عايز تحل حدث عبدين عادي فكره هذا حدث عبدين قصدي منتهيه غلط جميل؟ حدث عبدين عادي والحاله اصلا اللي هي العاديه دي سيرفيو ده كان حاله اللي اصلا فوقيه عامله حاجات تمام؟ فالسولوشن ستريس عايز الستريس ده هيبقى حصل له سولوشن ازاي؟ لما ادرس بلين تاني غير العمود اللي انا بدرس عليه تاني فهي بتدرس عارف العمود دي ازاي؟ ولو انت لو مسكت بيها هتيجي مثلا توقعاتك معينه فرق معين هو هيحصل عمود مش هيحصل عمود انت بص على الغلط او الحاله اللي بص غلط وفي النور بص انت فاكرها نور بص بس لا مش نور بص بس نور بص معاك البوز بس على كده انت مش شايف وفعلا لو انت شفت الجامعه اللي حصلت ايه حصل؟ على فكره بتتبدل وده سبب الفيلم مش التنشن زي ما قلت لك قلت لك ايه؟ ده الدكتايل ده ضعيف الشيل الدكتايل ده قلت لك الدكتايل ضعيف الشيل فلاقي الهارد تنزل الشيل هتقول لي مثلا لو انت عندك الحديد التاني اللي هو الزيت ده اللي هو زي ده انت مش فاهم ما حصلش نفس الكلام طبيعي المره سالت الثانيه طبيعي هو الاثنين حصل عندهم
بص بقى، بص محل البورصه صح؟ بص مثلا عندها فرصه قبل كده؟ ايه هي بص مثلا عندها فرصه قبل كده؟ الفرقه بدات تتطور في بيراميدز المكسب بدل ما تقيم لا لا هي بدات تشيل بقى اول نص تشيل مكسب بدل ما تتطور خلاص. يعني مالهاش تنشر؟ ما مش تعمل لها اول حاجه تنشر المفروض؟ ايوه لا ده كل تنشر ولا ده تنشر بعد ما حصل والفرقه حصل الى الناس تعمل كده. ده الكاس بيعمل كده. ده معناه ان هي قررت تشيل. طيب ليه بقى المعلومات اللي بتتم دي ما بقاش هو نفس الكلام؟ ولو بس تحديد القوة، تحديد القوة، تحديد القوة حللتها في نفس الحالة دي، هتلاقي بقى هتلاقي بقى ان حصل برضه تشيل مكسب بس الفيلا مبدلة. مش معنى لا هو قال المواد انواع، في مواد. فالطريقة دي هتقرر تشيل، تشيل، يعني هي تستعمل معاك تنشر بس تشيل ضعيف. او وصلت تشيل المكسب ده هو يعني دي قوتها الشير ده بتاعت دي قوتها ايه؟ ضعيفة. دي قوتها الشير بريحة دي قوتها الشير قوية. موصل الشير مكسر دي ايه؟ ما ظهرتش. معايا؟ يعني دي فكرة ده فكرة ده بتاعت دي. حسب انت بتعمل الاختراع ايه؟ هتعمل تنزل في تعمل الاختراع ده وهتلاقي شكل كاس عامل كده. فلو عايز تقول قوية الشير موصل الشير المكسر اللي بعدها ما حصلهاش فيا بس ايه؟ وصل الهاي تقسيم مين؟ تلت. اوكي؟ فالدكتاين لا نعمل تعمل في الشير او نص الشير طب كل مادة ليها زاوية يعني ليها شير ماكسيموم يعني دي المادة دي بخمسة 45 درجة سوبر طارق هتاخد الحديد تاني مثلا في الحالات التانية هتلاقي زاوية مختلفة حسب مقاومة المادة معايا؟ وبعدين أصلا أنت المواد بتقعد أصلا بتدور مش مادة الدنيا بتدور 100% كل مادة فيها فين؟ المواد جواها أصلا فيها عيون جوه فحسب كل مادة والميك ده مين؟ هتاخد مثلا في الشد على سبيل المثال دي شدو هتلاقي حاجة عامل كده عم يحصل بقى فيا عارف ليه ازاي بتيجي شد اسم مثلا هتلاقي بعد ما شدته من حصل فيه لقيت ميت يمكن عامل كده قبل او حصل له كده ما حدش يقدر يقول لك كده بعدين يحصل فيه ما حدش يعني لازم انت تقول لي الزاويه في الثالثه او في الثالثه ما حدش يقدر يقول لك الزاويه دي اللي او ليه كده كده ده يحصل في الشد انت الماده ساعتها عيوب في الصناعه احتمال بقى الماده مايكروسكوب وتكس جواها فاهم قصدي؟ فلا بقى مثلا طب هناك بقول لك مثلا في مكان معين ولا يقول لك فين بالظبط ما اعرفش فاذا لقيت عايز بقى تطور المواد نفسها تختلف الماده بتاعتها عشان ما اعرفش اصل برضه انا عملتها
فاهم السكشن ايه؟ السكشن ميلر البتر الكبير اللي هو ده فاهم؟ وعايز انا اشوف انا وصلت الكلام ده على السكشن ميلر عامل ازاي؟ فاهم؟ طبعا الحاجات دي اول ممتازه يعني ده فيكس هنا فيكس هنا الحاجات دي ازاي؟ صح؟ قبل ما اعمل الكورس ده كانت ازاي؟ طيب انا شفت اي فرصه مهما جالك سواء كان شيء او نور اللي هو اه لازم تاخد الحاجات دي يا اما فرصه تعمل يا اما لو بس تسيب الفلوس بس يعني معنى الفلوس كده ماشي يعني حتى مثلا لو عملت موقع في التوفر مثلا الفلوس ده بتاخد مش هتسيب الفلوس وحد ده يبقى واحد فيه فالفلوس اللي شفتها هي كانت شويه نور وشويه شيء ومش عارف ايه وكل الكلام ده فالفلوس اللي جابت في الاخر تلفزيونه بس لا ده في الاخر فلوس دي صب اب كده صب اب يعني جمع ساعه او في الاخر تلفي نورمال وشيء فاكر؟ ولازم برضه يقدر يتصل، بس كل اللي فاكر ان انا بصيت على السيشن جوه. ولازم ازاي كانت موجوده بره الفلوس زي هي، يعني انت ممكن تتخيل الفلوس موجوده بره عادي، بس انا خدت السيشن كده جوه، وعايز اشوف بقى الفلوس دي على السيشن ده كام. ولسه الفلوس بره موجوده هتطلع برضه الازاي اللي كانت موجوده قبل كده في الحاجه. ماشي؟ ده في المحاضره. يعني عايز اقول في الاخر في المحاضره اولا بقى عايز يوصل ليه؟ انت هتدرس اللي هو كان ستريس ما تدرسوش على بلين عادي، لا احنا بنحاول ندرس ستريس على بلين مالي. لو حد معانا النهارده بقى بتبص كده هتلاقي ايه؟ طبق سيجما اكس 1 سيجما ليف اكس عيلة انت قال لك الزاوية 6 مع الزاوية 6 طبق سيجما ليف اكس يساوي 0 سيجما ليف واي يساوي 0 ماشي كده؟ سيجما ليف اكس طلع ليف 0 عيلة سيجما ليف اكس يساوي 0 سيجما ليف واي يساوي 0 حطينا مثلا 0 يبقى كده طلعت فاهم؟ فاكر حاجة لازم تاخد الأول ازاي؟ حاجة عشان شبه دي بالظبط سيب حولها حسب حاجة عندنا بص على فيشن معين لا هتبص على فيشن ده هتبص على فيشن ده كيف السيستم هتبقى كام هتصمم كده تديك كام في الاخر عشان في الاخر ممكن تفضل بالذات موجود فده قلت خلاص هرمي البوست اللي موجود كلها واخد سيشن كده سيبها واكيد لو حسيت القوه دي او الفلوس دي او السيستم دي ايا كان لازم اتاكد فيها فوق يا نور ما يجي طب انا عايز اعرف قوتها كام بقى خلاص هتطبق الاتزان الاتزان اصلا كان موجود قبل كده وفلوس الاتزان اصلا كان مجموعه هو ده فده برضه لما يتحل برضه لازم يتحقق الاتزان سيجما اف اكس ودي بتكتب كده سيجما اف واي سوزو طبق شويه المعادله كده حل الجروب اكس حل الجروب واي الاتزانات مش يعني بس انا مش عارف مش فاكرش مكافئ الاتزانات مش عارف ايه وفي الاخر يعني انا عايز بس ابقى فاهم انت يعني تحاول توصل ليه تمام هتقول سيجما اف اكس ودي لحد مع الوقت بس مع الوقت هعرف بس فانا بطلع كده هطلع العكس.
المستوى العمودي على اي اللي هو سيتا بتاعته 96 93 درجه حاجه عامله كده تمام. ثم شايل كل سيتا واحمر 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 Right.
زاوية معينة. حلو؟ دي بنعوض. الزاوية الجنرال صح؟ ممكن تكون 10 15 20 25 أي كان. هو دي زاوية معينة. لما أنا أعوض السي فانكشن ولا السي فانكشن ديزاين وإف وفيلم هيد. دي زاوية معينة عندها السي دي. الزاوية دي هيبقى عندك إيه في السي ده؟ اسمه كريسمس ليس. اسمه كريسمس ليس. معايا؟ طيب هو الريزلس ليس والمشينس ليس والريكوت ليس. طيب عشان نحل بقى اقول لك ايه؟ طيب ده جبت اول حاجه في سيتا و 96 ماشي. طب هيسمي الاكس في سيجما 1 هيسمي النوت ليس يعني الان اكس سيتا اللي عندك
مثلا في حاجه في حل زي هو بس ايه ده الاستديو ده
يزوق عليه. تمام ده الاف 6 الاف 6 ماكسيمم لما الاف لما الاس 6 فاكر ده اللي عايزينه ظبطه او ليه بريسر بريسر ستس ار دوبر ستس وين تشيل ستس ايه كنت وقول انا هو لو عندك ده تحسب بقى الايفولوشن على اساس الاس دي هو خلاص هنجيب الاس ده زي 0 في الزاويه يكون معاه في اس ساعتها الزاويه دي زاويه كام تمام معلش هو لما نجيب الزاويه نجيبها على الاله ازاي يعني ولا احنا ما نجيبهاش بنكتب القانون بس نجيب الزاويه صح صوت عندنا اه فده معناه ان في قانون مثلا صح بكتب بكتبها له قانون ولا ده بحسبها له مثلا لا هو انا قال لك الزاويه اللي جت عندها سيجنال زيرو خصوصا ان الزاويه جت عندها سيجنال زيرو قال لك حد يجيب الفيزيكال ستاتيك او السيجنال زيرو فين الزاويه اللي في سؤال بقول لك ايه مسمى 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 ايه لا تمام دي لما سمع لي الفيجن اف سي عامل ايه عدد ايه انا عايز اعرف كده عشان اتفرج على الجدول معايا ماشي اوكي عندنا سيم هو سيم بس لا هو بس تدور ازاي؟ فهمت؟
مش هتلاقي مش هو تمام اللي في وسط الكاس هتلاقي كل حاجه فوتو اسيست فوتو اسيست هتلاقي بس حاجات صعبه حاجات مش هتعرف تمشي فيها او كان عايز ايه اقول لك هسيب لك حياتك قصدي اقول لك انا كان ليه فيديو ده فيديو بس الموضوع ما واخد وقت جدا انا قعدت اول 30 دقيقه ثلاث ايام بعد الفرق بين
وده فعلا ده فعلا اللي حصل. ساين سكوير تمام عشان اخليها افقيه افقيه ده كده كل شويه بلد ايه فايل اكسبشن اللي احنا طلعناه بقى كام
الزاوية بيحصل عندها ايه؟ الزاوية بيحصل عندها ايه؟ الزاوية عندها زاوية بتحصل زي اس في زاوية معينة. مش بنتكلم الزاوية دي الزاوية اللي عندها بيحصل في اس بيحصل في الزاوية. تمام؟ أنا عارف أنا عارف الحالة دي إن ده هو السيتا أو هو دي هو هي الحالة اللي عندها بيحصل في اس. صح؟ أنا عايز زاوية عندها شيل ستريس اكبر حاجه اخد فرق كام؟ زاويه 15 متر فاللي هو اللي هو مش طالع من كام؟ ده فعلا اللي حصل لما نزلنا المعمل كابتن حبيب وحطينا نص بس لقيت ان الاكثر شيل ستريس حصل عند زاويه كام؟ 15 متر. هو ده اللي عايز يظبط الحكايه. اول نقطه كل ده مدني. بس احنا كنا بنتكلم في مدني حاجه يعني نوع مدني سيجما 1 سيجما 2
لو ثلاثين واحد ثلاثين على الاثنين. هو القانون ده اثبتناه ولا القانون ده اثبتناه؟ اللي هو سيجما واحد سيجما واحد زائد سيجما. قانون اثبت يعني بص بقى صفرين حاجه. هو الدكتور بيجيب لنا مسائل ولا بيجيب لنا يعني نظري والله بقى هو مسائل ما بقولوش يعني ممكن يدينا ارقام ونجيب له كله 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 ك
يعني المفروض ان انا كل نقطه من هنا بفضل اشدها يعني. طب تمام يا فندم، وده اللي بيعمل تحسب الاستريس الكورس على ايه؟ اه انك تجيب قوه الكورس حاجه وانت عايز تزيد ايه؟ بالظبط الكورس دي يوزر فلو اصلا يعني حاجه اسمها فرد اسمه فاكس بقى بس اصلا يعني هو اصلا ما فيهاش مشاكل درس ولا انت مش هتعرف اصلا درس حاجه عامله. الوقت اللي شفناها كده حته تفرد فرد لو حاجه كده بس عامل كور على كل نقطه من كل نقطه هتلاقي ما خدش فيها ملايين نقطه ملايين كلهم نقطه من دول لو انت جيت بصيت لوحدها هتلاقي عليها شد عباره عن كذا المنظر صح يا جماعه. اللي انت كنت في الاول ده محتاج نقطه من دول جوه بعد بس انت مثلا هتلاقي كمحل مثلا هتلاقي مثلا كان حاجه عامله ايه مثلا كده كانت دي مثلا صح بيقول لك انا لو انت خدت عليها ايه عليها بوينت وبالتالي الزوايا عندها تسديدها
زيرو مختلف من الاكس بقى هي اصلا الزاويه كانت 1 من الاكس باينس 6 1 لو فاكرين يعني ايوه ماشي هقول بس كام نقطه كده الاستريس بتاع النقطه الاستريس ده بس هي بتاعت النقطه وبعدين انا عندي على طول مثلا عندي تاني على طول دي الكورس ثلاثه تغير وبالتالي الاتجاه بالنسبه للستريس تغير اتجاه بالنسبه للستريس تغير يعني الاكس باينس تغير ارجع هم يعني من الاخر هتلاقي ان عندك بقى شويه خطوط كده قلت يا سامر قلت حليت بقى الجيم دي وجبت بقى خطوط مثلا كده خدت عن كل نقطه ممكن تجيب محللها هيبقى عندك شويه خطوط كده شويه خطوط كده كده بالظبط كده بالظبط الخطوط دي بقى بقول لك ايه حسب متابعه بقول لك ايه لايف 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 اوف ميجر لايف اوف ميجر بريسبل ستريسز ديفينيشن ذا لايف اوف بريسبل ستريسز از ذا كيل درون ساتش ذات ذا دايركشن اوف وان بريسبل ستريس از تانجنت تو ات ات افري بوينت الونج اتس ستريس فاهم هم يعني بعد كده ايه ان في انا مثلا هنا مثلا كان كاس ال 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 كان عندها دي الستريك اكشن اللي عندها كانت جايه مثلا بريسبل ستريس مثلا جايه مثلا ايه حاجه عامله كده بتعبر عن نورمال ولا الستريس لا بالنسبه للستريس ده اقول ايه عباره عن نورمال ستريس موجود امتى كم شويه تجاوزي عشان اقول نورمال ستريس يعني ده نورمال ستريس نقول لك بالنسبه للستريس هي عباره عن نورمال ستريس موجود لما تمشي بزيرو وحللناها لما ما تمشيش بزيرو وجبنا الزاويه اللي عندها تمام ستريس جميل انا اقول لك بقى كمان عارفين عن كل نقطه من دول جميل تمام وحللتها طب حضرتك بس عن جوه الموضوع دي اختلاف الكورس دي ما هو الشيك ولا 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 عن جوه دي مثلا تقلل كده تقلل كده كده مثلا كده 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 اهو هتخد روح عن السيشن ده عنده اي نوع بس انت تلعب بس حاجه انا حل الموضوع ده بقول الموضوع صعب مش خيال معايا الموضوع صعب مش خيال بس انا يعني ده اللي يحصل لما الناس تخيل حتى ايه الحته دي بنت عن جوه الموضوع هتلاقي في اتجاه معين بالنسبه للسيستم كيف الدرون؟ كيف الدسم لما؟
اتجاه البيزنس سيسز موازي يكون نقطة عليها، هيكون نقطة الدور ده اتجاه البيزنس سيسز كان بتاعها فين؟ أو يعني عشان كده هو موازي ليه. ده معناه لايف بيزنس عامة يعني الناس عندي دي كده كانت بقى فوق فوق شوية دي خلاص؟ عايز البيزنس عموما بتصدر حد بقى يعني كده بس كده يعني صغيرة. لا مش صغيرة. لا بس انا بس فكرة وسط قوي. ما حاجة. وعاد فيها فتحة. وعاد فيها دوش. وعاد فيها اي يعني حاجة بالنسبة للمجال اللي فيها ده هناك هيعمل لك مشكلة. ده يقول لك مثلا ايه؟ عندنا مثلا ورقة مثلا شدها مثلا معايا. شوف شدها. اعمل ايه مثلا بقى فيها ايه؟ اي مثلا فتحة كده في النص او فوق وشدها تاني. ايوه عشان الاريا الاريا العموديه عليها فاي ستريس ممكن اعمل ايه؟ بتفكر هو يعمل كل ده ده بيعمل لك ستريس مستشفى عالي جدا. اما احنا الكلام ده انت هتلاقي يعني مش تاخده اصلا بس هو اقول لك ده يعني كان عندك ستريس مستشفى عالي في الحياه. هو يعني في احيان كتير جدا بيبقى عندنا ستريس في الحياه كلها. حاجه مثلا السقف ده، السقف ده مثلا او مثلا ايه؟ حاجه كتير مش تفاصيل بس انا بقول لو انت عندك بشكل معقد او جيبات مش جيبات طب انت تاخد هنا انت ما تمسكش الكاميرا مستطيل وفريم مستطيل ده يعني هو ايه تكبر معاك تمام هو بيقول لك ايه بقى لو انت عندك حاجه صعبه انك تحلها تمام ممكن تعمل حاجه من دي انت بقى الاول استخدام مواد معينه بتنتهي بقى انت معايا ممكن تعملها موديل معين ماشي؟ يعني انا مثلا عندي مثلا ايه؟ حاجه زي كده بس، حاجه زي البار ده اكيد ده وحطيت فتحه وعايز اعرف الاستاذ بتوزع ازاي؟ كان تركيب الكوبريشن كده في الكيتشن كده مش عارف ايه؟ ها؟ بس انا مش عارف حل، مش عارف حل، مش عارف مش عارف تقول كل اللي عنده فرصه وقتيه، مع ان الفتحه دي مهما كانت فرصه وقتيه لا 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 بقى في جاد عالي قوي في الحته دي. تمام؟ احل كمان ازاي ما اعرفش شرح طويل مش هتعرف لان انت مش هتعرف لان انت كان في ايدك وعندك مش هتعرف تمام قال خلاص نعمل طريقه نحل بيها الاستراكشرز المعقده ازاي بقى؟ انا حاجه جديده يا اما
تجيب نفس مثلا البار بتاع بس تعمل له موديل من ماده ثانيه، ماده اسمها فوتو بلاستيك ماتيريال، ماده اسمها فوتو بلاستيك ماتيريال. ده الحل الاولاني، يعني تعمل موديل بس الموديل بتاعك تعمل موديل صغير تمام، وماده معينه فوتو بلاستيك ماتيريال تمسكها اللي هي معموله بصور. اي ماده؟ اي ماده؟ السيل العاديه بتاعتها، السيل العاديه اي ماده؟ هي معموله بصور، ازازه معموله بصور، مش كده هيطلع كده. بس هو معانا اللي هي بقى الفيرجنس اللي هي ايه معينه صرف اللي هي مثلا حتى حريه بقى اثنين ده شويه فاهم قصدي؟ في جزء من الريز ده معينه صرف معين وتلاقي نفس معينه صرف تاني فكل واحد مثلا بطريقه معينه تمام؟ فتعمل حل او انك تعمل موديل ليك بماده تكون بس بطريقه او تدهن تدهن مثلا البار بتاع اللي هو مثلا البار تشده بس مثلا تخيل مثلا البار مثلا بتاعك مثلا عامل كده البار اللي احنا بنستخدمه بار احنا بنستخدمه مثلا في المعمل بار عندي كده بلوستيشن دايت فاحنا بنستخدم مثلا بار هيعمل كده معرفش لسه لسه معرفش معرفش لسه كل معايا فرصه بكريه كل هي ستي معرفش هل هي بس فرصه بكريه هي السؤال دي؟ معرفش وهتلاقي لا هتلاقي الحته دي كده اهو عند الاتش دي دي اهو فيها اساس بلوستيشن عالي جدا والفيلم هيحصل في الحته دي كده اهو مش زي ما انت حاسس يعني انت مش عارف تعمل ايه رأي الناس كده كده بس عايز اعرف بس مش عايز اعرف مش ده هلا بقى في ماده في ماده اسمها دكتور اسمها مش عارف انا اسمها ايه اسمها ايه مش عارف هو هم يعني هنا ماده معينه مش ده تمام هيحصل ايه بقى معايا ماده بتشوف بس اللي هيحصل بقى هيحصل لك الوان تيجي تشدها تشوف الوان معينه تيجي هتلاقي بقى شوية ايه؟ شعر صغيرة كده، بس هتلاقي بقى دوايا كده تتطور تتطور تتطور، حتة سودا بس، وحتة بقى فيها ستيل فيها لون كده وهو لون باط، هتلاقي حتة دي اهو فيها لون كده وهو لون باط. بتترجم بعد كده لغيره ستريس، بس انا عايز اقول لك في الاخر بقى في ستريس كده كونسنتريشن معين. تعرف تحدد التوثيق بتاعه عامل ازاي؟ ده اللي كان ده الحاله الثانيه، يا اما تعمل موديل من الاستراكشر بتاعك الماده اللي هتاخد اصلا كتيرين وتحطها في التجربه اللي هي موجوده في الشابتر بتاعك تحطها في الرايزر والرايزر ومش عارف ايه يا اما تعمل حل الحل ده تعمل موديل او تنهي الماده بتاعتك جزء منها وتختبرها وتيجي الاختبار ده مش الوان لو هي هتعبر لك فعلا عن الاساس بس كده لو انت مش الكلام ده فيديو هقول